أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تكبير تكبير. الله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته. إخواني عمره 92 سنة والله عز وجل نسأل الله أن يكون الله عز وجل أنقذه من النار، وهذا بجهود بعض الإخوة جزاهم الله خير. نحتاج يا إخوان أن نخلص مع الله سبحانه وتعالى. أهل هذه البلاد جلهم طيبون، يحتاج فقط أن من يريهم الحق. 92 سنة، تخيلوا 92 سنة، نسأل الله أن يكون ختمها بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد غفر له ذنوبه كله. نسأل الله أن يثبتهم وأن يثبتنا على الإسلام والسنة. هو في كورونا بس تريدون تباركون لهم معنا. الله تعالى لا يقول